خلونا نعرف مع بعض كواليس وأجواء حفل العالمين النهاردة من زميلنا محمود جميل اللي هيقول لنا آخر الأخبار والتفاصيل والأجواء هناك. مساء الفل عليك يا محمود، أجواء حماسية عندك، احكي لنا عنها. مساء الفل عليك يا بسنت وعلى كل السادة المشاهدين. خليني أقول لك إن بين الأمس واليوم يعني حركة في زيادة عدد الزائرين والسائحين لمدينة العالمين الجديدة، وإحنا النهاردة طبعا بما إننا بنبدأ الويك إند فإحنا بنبدأ بداية قوية جدا للأسبوع الثاني من مهرجان العالمين الجديدة، والحقيقة في حماس كبير جدا من الزائرين في الإقبال على الفعاليات المختلفة اللي موجودة في مهرجان العالمين، سواء بنتكلم طبعا على الفعاليات الفنية واللي موجودة دلوقتي في اليو أرينا اللي بدأت تستعد منذ صباح هذا اليوم إن هي تستقبل كل الزائرين اللي بدأوا يتوافدوا طبعا على منطقة الأرينا لحضور حفل القيصر كاظم الساهر، ويمكن في استعدادات خاصة بتتم طبعا في الأرينا لاستقبال الحفل واستقبال كل عشاء القيصر اللي هيكونوا معاه طبعا مع ذكريات الماضي والحاضر والألبوم الجديد وكل الأغاني الجميلة للفنان كاظم الساهر القديمة والجديدة، بالإضافة طبعا إن احنا النهاردة عندنا كمان فعاليات في المدينة التراثية، ودي أولى الفعاليات اللي بتطلقها وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. في النهاردة أساتذة بيت العود العربي هيكونوا موجودين في المدينة التراثية وفي المسرح الروماني اللي تم تجهيزه على أحدث طراز معماري لاستقبال كل الفعاليات الفنية والثقافية اللي موجودة، بالإضافة طبعا إن احنا عندنا فعاليات رياضية النهاردة وتحديدا على ملعب كرة القدم اللي بيستضيف للأسبوع الثاني على التوالي فعالية تحدي السرعة لكل الموهوبين في كرة القدم واللي عندهم تحدي في السرعة، وكمان اقطع الكرة أو واحد على واحد، وهي الفعالية اللي موجودة في مباراة كرة القدم للي يقدر يقطع الكرة طبعا، وده كان السباق اللي كان موجود في الأسبوع الأول مع كابتن محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت. لكن الحقيقة احنا عندنا فعاليات كثيرة جدا موجودة على مدار هذا الأسبوع بخلاف طبعا الحفل الفني اللي هيكون موجود بكرة للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، لكن احنا عندنا فعالية مهمة جدا وشفناها السنة اللي فاتت وهي الموتور ويك، والحقيقة يعني كان في نوع من سباق السيارات والموتوسيكلات كان جميل جدا الحقيقة السنة اللي فاتت، ويمكن هم موجودين معانا للسنة الثانية على التوالي في مهرجان العالمين الجديدة. ومن يومين كان طبعا المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الفعاليات دي بالتعاون بين طبعا موتور ويك ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفعاليات دي هتنطلق يوم 16 أغسطس في المنطقة اللي أنا واقف فيها في الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة.